استغل أطفال سوريون لعبة البوكيمون لمحاولة لفت نظر العالم لمأساتهم، داعين العالم إلى البحث عن البوكيمون في سوريا لاكتشاف حجم معاناتهم. وبث المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية صوراً لمجموعة من الأطفال، وقد حمل كل منهم ورقة عليها صورة إحدى شخصيات لعبة بوكيمون جو التي ذاع صيتها مؤخراً، وكتب تحتها مكان إقامته للفت نظر العالم إلى المأساة في البلدات السورية.